وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد يوسف يعقوب لوري، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة. أهلا بك في نشرة الثالثة. يقام أسبوع المنامة لريادة الأعمال هذا العام تحت شعار النهضة والابتكار. ماذا يعني هذا الشعار وما هي الرسائل المراد إيصالها للمشاركين؟ مساكم الله بالخير جميعا. طبعا تم اختيار شعار النهضة والابتكار لتسليط الضوء على قطاع ريادة الأعمال والمساهمة في تحفيز الابتكار وأيضا خلق أفاق رحبة لدى الشباب وإظهار تقدير مملكة البحرين لمجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي. طبعا هذا الحدث يوفر المنصة المثالية من أجل تحفيز رواد الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشاريعهم وإتاحة تحويل الفرص المتاحة لهم إلى أفكار وواقع ملموس. طبعا هذا الحدث للعام الثامن على التوالي يترجم جهود محافظة العاصمة في استدامة مشاريعها الاستراتيجية. طبعا هذه المشاريع تهدف لتلبية احتياجات الشباب ورواد الأعمال، وطبعا وضعت المحافظة في الحسبان عند تنفيذ هذه المبادرات مراعاة انطلاقها من التحرير الدقيق للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية للاقتصادات. هذا طبعا كله ينصب للإسهام في التأثير المباشر والإيجابي في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمسؤولية المجتمعية التي تنشدها محافظة العاصمة. نعم أستاذ يوسف، ما هي أبرز وأهم الندوات وورش العمل التي تتضمنها أجندة أعمال أسبوع المنامة لريادة الأعمال؟ طبعا اليوم ينطلق فعاليات أسبوع المنامة، تتضمن الفعاليات لهذا العام ندوات وورش عمل وايضا فرص للتواصل والتعاون مع رواد الاعمال والمستثمرين سواء كانوا محليين او عالميين، بالتعاون مع اكثر من 20 جهه عالميه ومحليه متخصصه في هذا المجال. طبعا عندنا بالشراكه مع مكتب الامم المتحده للمستوطنات وغرفه التجاره وصناعه البحرين وجامعه البوليتكنيك وجامعه البحرين للتكنولوجيا والجامعه الاهليه، بالاضافه الى معهد البحرين للدراسات المصرفيه والماليه وجمعية بحرين تنمية مؤسسات صغيرة متوسطة ومنظمة المرأة في التكنولوجيا وجمعية سيدات الأعمال البحرينية وجلوبال شيبرز وغيرها من المؤسسات التي لديها شراكة في هذا المشروع. نعم السيد يوسف يعقوب لوري، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك.